وعدنا المغاربة بتسقيف، ولكن المادة 4 من قانون المنافسة كيقول بعد استشارة مجلس المنافسة. راسلنا مجلس المنافسة، جاوبنا بمجلس المنافسة باللي غاد يعطي الجواب ديالو نهار 14 فبراير ان شاء الله. حنا كننتظروا فعلا. حنا حوار مستمر مع الفاعلين، لان الهدف هو بعد التسقيف، منين ندير التسقيف نشوفوا شي صيغه متفق عليها بين اصحاب الشركات وبين اصحاب المحطات، لان هادو الاطراف كلها كيهم هذا الامر. ياك ما نلقاو شي واحد السقف متفق عليه ويبقى بعد التسقيف، التسقيف جاي ماشي المغاربه، كاين بعضين تيقول لك ما كاينش تراجع على التسقيف، التسقيف جاي، ولكن ما بعد التسقيف خاصنا نفتحوا حوار مع الفاعلين ياك ما ان شاء الله نلقاو شي حل مناسب، ما يبقاش ذاك الهامش الكبير تيمشي للشركات. الخطوات هو كان دخلوا المحروقات في المواد المقننه، تاع عندنا لجنه وزاريه تحضروا فيها واحد العدد الوزارات، غير من بعد تنديروا القرار ديالنا، هذا قرار ديال الوزير ديال الحكمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.